30 عاما استطاع عادل السهلاوي من خلالها تكوين علاقة مع مهنة ترويض الجلود التي تكفلت بتقديمه إلى العالمية عبر إبداعاته في صناعة المنتوجات الجلدية التي طغت عليها صبغة الغرب الأمريكي. جلسة مع الذات تعاين قراءة الاستمتاع بالمهارات، مهارات من يستنبط من اللاشيء شيء مذهل ويستخرج من السكون تماثيل وقطعا وتحفا تنبض بالحياة حتى يصار إلى استخدامها والاستفادة منها لأغراض متنوعة صممت خصيصا لها. في أيام طفولتي كنت أنا أحب أشاهد التلفزيون والأفلام لو ركوب الخيل، وكنت يعني أهاوي ركوب الخيل وحبيت هذه الهواية، وبعدين استمريت للحرفة اللي هو حرفة تطريز والملابس اللي حق ركوب الخيل. 30 عاما دأب من خلالها عادل السهلوي على الاجتهاد ومحاباة المهنة التي أورد لها جل وقته طيلة سنوات خلت، فهو من برع في ترويض جلود الحيوانات الأليفة منها والشرسة ليخرج بروعة صنيع يديه مجموعة من المجسمات والملابس التي طغت عليها صبغة الغرب الأمريكي الكوبوي، إلى جانب سروج خيل استطاع بحرفيته إعطائها شكلا جاذبا تعطي للفرس جمالا أخاذا وللفارس هيبة وضاحة تلفت المارقة لتجبره على التأمل. طورت اللي هي الحرفة تطوير، صارت الحين على نطاق الأول الموتورسيكل، على طريق النطاق الأول الملابس، الأحزمة، الأحذية، الشنط. أكثر الجلود اللي أستخدمها هي حق البقر والجاموس وشبه ذلك. أحصل صعوبة أن بحصلها بالجلود لأنها ما تتواجد في البحرين. مشاركات محلية وأخرى عالمية كانت لها الأثر الإيجابي في زيادة رقعة مساحة الثقة بذاته التي ألفتها المهنة، ناهيك عن اسمه الذي أصبح متداولا بين أوساط المهتمين لإبداعاته التي لا تنضب في حياكة الجلود. بحكم أن أنا رحت زيارات خارج البحرين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وشاركت هناك في أحد معارض في جزيرة هاواي وصار عندي قبول في هذا الحرفة، وشاركت في ميامي وشاركت في نيويورك ونيو مكسيكو. لا يكترث لعظيم الوقت الذي تحتله المهنة في حياته، فالهدف المتمركز أمام عينيه يقضي ببذل المزيد من الجهد والإقدام بثبات نحو وجهة الطموحات التي يرنو إليها. والله هي تأخذ من وقتي بس أستمتع فيها بنفس الوقت. هي والله المردود المادي هي على حسب، بس كان عندي طموح أن أنا يكون عندي محل باسمي ويعني وتصميم عادل السهلاوي يوصل إلى العالمية. جانب إنساني عني بواقع الشباب في مساعدتهم على اكتساب مهنة تقيهم مساوئ الفراغ اليومي وتبعاته السلبية. بخصوص الجانب الإنساني يعني أنا أحضن هذه الشباب اللي لا يعني يروح بأفكار يكون شخص تايه ينجرف إلى أشياء معينة، أخذه وأحضنه وعلمه هذا الحرفة وأعطيه قيمة ذاته وطوره وأعطيه سلوب حياة جديدة. أفكار مستحدثة لصناعات يدوية صيغت بالشكل الذي من الواجب أن تكون عليه، جلود تم قولبتها بسياق عصري غريب لتتشكل منها قطع متجاورات ذات طابع حسن تقديمه برؤية الصانع المحترف الذي استدلت أنامله إخراجها بأسلوب منمق تحتار عيناك من أين تبدأ عند النظر إليها. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.